مراد غدية، رئيس الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة. شحال عندكم اللي راكم اضراب عن الطعام؟ 19 يوم، 6 مايو 2012 لغاية اليوم عندنا 19 يوم. ما كاين حتى تواصل ما بينكم وبين الوزارة؟ ما كان كاين، حنا رانا كاين الزميلات راهم يدوهم السبيطار، يوم الجمعة في السبيطار كنعيطوا لي كومبلي باش يجيو يجيكم ساعة ونص باش يجيكم، راه بقينا هنا ب 300 درهم. يجي الحماية المدنية راه ما يجيكم روطار؟ يجي روطار الحماية المدنية، رغم انه ما كانش اكثر من كيلومتر بعيد عليكم. ما كانش بيبا كان واحد 300 متر، كاين 300 متر. كاين كيما تعلموا البارح الزميلات هادو عيطوا لهم ما حبوش يردوا لهم، ما حبوش الحماية المدنية يعني باش نبدو حتى ولا عاودنا عاود كملنا باتصال بهم شي حاجه. كانوا حضورنا كانوا حاضرين على كل الصحافه ما شافوا واش كاين، وفيما يخص الوصيه ما كان ما حوست ما عيطت ما يجيبوا السباب ويقول لك ما كانش الحكومه ما كانش الوزير. بصح فيما يخص الاجراءات تاع التوقيفات وتاع الزملاء تاع اللي راه قاموا ضد الزملاء تاعنا هذوك، هذو كاين كلش. بصح ما يخص باش يعيط لك ولا نقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني انتم راكم مصممين على الوصل؟ لا ماناش حابسين، حنا على كل ماناش حابسين ان شاء الله. حنا القوس تاعنا راهو دوك الماء والسكر، ماناش حابسين الى غايه يكون فيها حل، يا هك يا هك. ودرني ذات الزملاء تاعنا ما بوش خدمونا، كاين كل واحد كيفاش. قال لك يا اخي تعليق الاضراب، الوزاره قالت لهم قولوا لهم ديروا تعليق الاضراب على ما درناش. هاو جاتهم قال لكم الفوط، جابوا السبب الفوط، انتخابات هاو خلاص الفوط. وراه ما دولي قالوا لهم ديروا لهم تعليق الاضراب، يقولوا لهم هاو رجعوا. وراه الاضراب راه متواصل، احنا ما قلناش وقف الاضراب وتعليق الاضراب وتجميد الاضراب، احنا الاضراب راه متواصل. ونقول لهم اكتبوا لي ليكم انتوما عيب وعار عليكم، يعني ما كاين. انا نشوف سبحان الله كاين انسان اللي راه معنا وزاد التحق معنا زميل من المواد تاع مدينة الجنوب والتحق به. شحال راه العدد وصل 11 المدير؟ انا كل شيء كاين تاع كاين العدد 11، وهي كاين الناس اللي كاين بعض الزملاء اللي راهم نادرين يعني العدد راه كبير. كنتو كاينين صح من الناحيه النفسيه، كاين اللي راه مدافع ما مشي يخدموا، كاين كل واحد كيفاش مشى، كاين اللي راحوا حتى بعض الزملاء راحوا مشي يخدموا كاع اصلا طفوا التليفون تاعهم وراحوا. واش تقول على النداء نتاع يوم السبت على الوقفه الاحتجاجيه اللي رايحين يديروها اللجنه الوطنيه لمسانده يعني لمساندتكم يعني؟ هذه اللجنه هذه راهي من الجمعيات، نقابات وطنيه، جمعيات وطنيه، حتى كاين بعض الشخصيات الوطنيه اللي راهم داروا لجنه تحت بقياده سناباب، هي اللي دارت اللجنه هذيك. حنا واش نطلب؟ هاد اللجنه دارتها على جنب، على جنب حنا على جنب الامناء بالضبط والاسلاك المشترك تاع قطاع العداله. سبحان الله دوك كيفاش يجي واحد من برا يجي يساندك وانت مريح في دارك؟ بالعكس انا واش نطلب من الزملاء تاعنا باش يخرجوا تاني نهار السبت ان شاء الله يكون بقوه. الشيخ السبت واش نقول السبت؟ السبت نهارهم، حنا قلنا لهم بين الوحده بين 12 وحده يا ودي ربع ساعه ديرها، اخرج ريح برا، ريح ساند الزملاء تاعك المدرب عن الطاعه. خافوا كاين اللي داروها، كاين اللي خافوا منين؟ خاش الوكاله الجمهوريه كاين اللي خرجوا لهم ما خلاوهمش، كاين اللي قبضوا على سماواتهم. بصح هذه حقك واحد ما دخلوا فيه. سبحان الله انا باش نروح ناكل ما نروحش ناكل، نروح نوقف واش فيها كي نروح ندير هادشي. يعني انت توجه نداء لبقيه الزملاء باش يلتحقوا بالحركه الاحتجاجيه يوم السبت في الجزائر العاصمه، يلتحقوا بال في لواحد كبير اللي راهم جايين يزيدوا يلتحقوا لي. راه انا نطلب من الزملاء اللي يكونوا قراب العاصمه كيما مجلس بومرد ستيزي وزو البليده، هادوما باش يكونوا بقوه
باش يساندوا باش تنجح. يا لك اللي عبر ربي ان شاء الله كيما يقول لك يعني ماشينا مشيت خلاص القطار وطلب مي هذه تاعنا قضيه تاعنا باش ما يكونش بس متعار عليهم الزملاء تاعنا. عيب التاريخ راهو يمركي عيب يجي النهار دوك ماخذ السمانه الجايه يقول لك يا ليتني علاش علاش ما درتش وعلى ما خرجتش وعلى ما درتش. بالعكس هذه قضيه تاعهم انا ربي ان شاء الله نطلب منهم باش يخرجوا وما يخافوش يخافوش الخوف سبحان الله. وحنا رانا انا عايشين دوك رانا عايشين انا داني في كرف ديفا على جنب على جنب زملائنا خلينا دارنا خلينا ولادنا خلينا كلشي على جنب هذا الشيء على جنب على جنب زملائنا القضيه تاعنا دوك هما واش يديروا اطف وذلك اطف الايمان واش يدير يخرجوا بالسبت اخي ماشي يجوا تاع الترافاي نهار تاع عام السبت حقه يخرج يتلموا كيما مع اللجنه هذه ويديروا الوقفه تاعهم يبينوها للراي العام خلاص ترجع لدارك ويزيد فوق هذا الشيء نهضروا لنا وقلنا لهم بالسبت بالاحد والاثنين ثلاثه الاربعه اللي انا راني مضرب على الطاعم زميلات تاعنا مضربين على الطاعم وهذو زميلات نساء وراهم رجال تاع القطاع العدلي سبحان الله وراهم ما يفوتش انايا كانوا يقول لك روح مشي مرمي على جنب روحي وهذيك وراهم عيب يخلي اختو مرتو كي اللي اختو يخليها عيب واحد يدو فيهم السبيطار تبي يشوفوا يا اخي على جنب على جنب وهو هو مريح دير له هذيك السبت هذيك الحد السبت روح يكون هو والحد والاثنين ثلاثه الاسبوع هذا واش ديروا؟ ديروا ربع ساعه هذا مش ساعه ربع ساعه وقف ما تاكلش ربع ساعه ماشي ما تاكلش 20 يوم ولا ما تاكلش 19 يوم ربع ساعة مثلا وبعد تروح اشري معاك الماكلة ديها معاك في البيرو دير هذيك الوقت اللازم وبعد كي تدخل فوق على جال اخر احنا راه نقولنا هذه باش ليكم نتوما باش نحلكم الخوف هذا واش صرا لك هاهم الزملاء تاعنا اللي تقولوا واش صرا لهم واش قلنا احنا هضرناها سبحان الله قلنا الدل ولا العزل وهما واش داروا لهم عزلوا دخلوهم ودلوهم وعزلوهم عيب واحد عيب هذا يعني احنا نسمعوا هذا بمثابه نداء لبقيه الزملاء باش يعاودوا يلتحقوا بالحركه الاحتجاجيه مثل ما التحقوا بالحركه في 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 بدايتها وكانت الاستجابه اكثر من 95% 95% ونقول لهم ما يخافوش يكملوا هكذا ان شاء الله يعني ما بقاش هكذا بصح حبيت ندير لهم انا واش يزيدوا يهبوا هبه كما هبوا لوديس هي من الاولين ضربوا ضربه بربي ان شاء الله يعاودوها على الاقل يمسحوا ماء الوجه تاعهم ان شاء الله بارك الله فيك شكرا جزيلا.